طيب احنا كده عندنا الفيديو اهو بشكل منفصل، قطعنا التلات تراكات، ممكن كل تراك تعمل عليه اضافة تأثير مختلف عن التاني. ولو عندك بكرة الماوس مش شغالة ممكن تتحكم عن طريق زوم ان، لو اللي تعمل على اليمين بتوسع التايم لاين فتشوف لو في مثلا ضوضاء او اي حاجة تعرف تشوفها. طبعا طول ما وانت بتلاقي في دي كده يعني في منطقة صوت، كل ما تلاقي الريبلز دي اللي بتطلع وتنزل دي قليلة جدا تعرف ان دي في ضوضاء بشكل صغير جدا، زي مثلا في الحتة دي كده، الحتة دي فيها ضوضاء قليل جدا. ممكن تشغل الجزء ده بس عن طريق انك تحدد الجزء وتشغله، تعمل كده مثلا. طبعا كمان ده جزء صغير جدا من الثانية ف بيشتغل بسرعة. طيب حلو أوي. طيب انت مثلا عملت حاجة غلط وعايز ترجع في كلامك تاني وترجعها، اخطأت مثلا في حذفت صوت بالغلط فعايز ترجعه، بتدوس على كنترول زد، كنترول زد، اوكي، عن طريق كنترول زد اللي هي بالكيبورد كلمة كنترول مكتوبة STRL زد، اوكي، يعني بتدوس الاتنين مع بعض، كنترول زد مع كنترول، الاول بتدوس ايدك على كنترول ثم تدوس على زد، بس لازم انت ايدك تبقى ما تتشالش على كنترول، دوس كنترول وزد ترجع بخطوة لورا، كل كنترول زد ترجع بخطوة لورا، بص اهو كل كنترول زد بيرجع بخطوة لورا، كل حاجة عملتها ترجع لغاية لما يرجع الفيديو اهو من غير تقطيع خالص زي ما هو حطيته في اول الكلام. تمام تمام لو عايز تحول الفيديو ده 3D بتدوس على كلمة توجل 360، تشوفه بزاوية 360 درجة يعني. تمام، لو عايز تشوفه 360 درجة بتدوس على توجل دي. تمام، عايزين نضيف مثلا كلام على الشاشة، يعني الشاشة الخلفية اللي عملها دي خلفية رمادي، عايز اضيف لها كلام، هدوس على كلمة add text، add text simple text overlay، overlay يعني يظهر على الشاشة. في عندك التكست اديتور، ده نوع الخط، وده بولد ولا هنا يميل الخط ولا يحط عليه شرطة من تحت، وده حجم الخط. تمام، فحسب طبعا المكان بتاع الفيديو اللي هيظهر عليه، خلي بالك في الحتة دي مهمة جدا، حسب المكان بتاع الفيديو حط التكست، اوكي، ما تحطش تكست بخط كبير يجي على الصورة. طيب editor background، background opacity يعني الخط يظهر بشكل كامل، اوكي، ما يبقاش الخلفية بتاعته فيها مشكلة. هندوس مثلا هنا 40، ده كتير اوي يعني، خليها مثلا 20 20، ونبص كده على الفيديو، شوف طلعت هنا في المكان ده. لاحظ ان انا لما ضفت الخط ان هو اخد مساحة من الوقت. طب انا لو عايز الخط ده او الكلام اللي انا كتبته ده يظهر على الفيديو كله، باجي على الحتة دي كده واروح دايس كليك شمال بالماوس واروح مدخل لغاية نهاية الفيديو كده، فكده معناها ان الكلمة اللي فوق اللي اتكتبت تايتل تكست دي هتظهر على طول الفيديو كله. عايز ارجع في كلامي ادوس كنترول زد ترجع لغاية الحتة دي بس، عايز اتحرك اخدها من هنا احطها في اي حتة انا عايزها، اوكي، بالماوس برضو، جميلة جدا وعجباني الصراحة.
طيب لو انت عايز تاخدها، تاخد جزء بس من الشاشة، مش الشاشة كلها، بتدوس على حاجة اسمها تكست باك جراوند. تكست باك جراوند يعني الباك جراوند بتاعتك بس هتبقى على التكست فقط، اي تكست تكتبه، مثلا اهلا بكم، بكم جميعا، فالباك جراوند هتطلع على التكست بس، ودي حاجة جميلة جدا للناس اللي بتعمل بتترجم الافلام، فدي تناسب معاكم في الحتة دي، يبقى الترجمة تظهر في تكست بس، ما تاخدش حجم الشاشة كلها او شكل الشاشة كلها. تمام. طب لو عايز تشيل الخلفية خالص بتاعت التكست، يبقى الكلام بس من غير خلفية، ممكن تخلي الخلفية زيرو، او الخيار التاني انك تعمل تدوس على حاجة اسمها editor background. لو دوست على كلمة editor background هيبتدي يحط لك، خلاص مش هيحط خلفية ورا الكلام، اللي يظهر بس الاوتلاين. اوكي، ولو عايز تشيل الاوتلاين كمان يبقى يظهر التكست بالشكل كده، يظهر تكست بس على الشاشة. طبعا شكله اهو لو غامق مش الناس مش هتشوف حاجة، فيفضل انك تدوس، يعني انا بنصح الناس ان هي تعمل تكست باك جراوند، تمام، وتختار باك جراوند كويسة، وأوبستي ما تكونش عالية قوي، يعني ممكن تخليها 50%، وما يفضلش انك تعمل سكرولينج. سكرولينج يعني بتحرك الكلمة، عايز توب تو بوتوم، يعني من فوق تنزل تحت الكلمة، او من تحت لفوق، من الكلمة فوق تطلعها فوق، او من الشمال يمين او يمين الشمال. يعني لو انت بتعمل فيديو مترجم مش هتخلي الناس تقعد تبص حوالين نفسها، فيفضل انك تستخدم الخيار اللي انا مستخدمه ده من غير اي سكرولينج. اوكي، وده كده التعامل بشكل بسيط مع التكست. ولو عندك مثلا عايز تكتب الانجليش مفيش مشكلة، hello everyone، اوكي everyone، وممكن تغير الخط بتاعك زي ما عارفين من هنا بقى، اختار اللي انت خط بتاعك. والخطوط دي على فكرة انت ممكن تضيفها، يعني الخطوط اللي بتظهر هنا هي نفس الخطوط اللي في الويندوز، باي ذا واي، انت ممكن تجيب خطوط من على النت وتضيفها للويندوز بتاعك، فهتظهر هنا تلقائي من غير اي حاجة، ودي ميزة جميلة جدا في البرنامج بتاعنا. اوكي، كده اتعلمنا ازاي نضيف تكست، وازاي نتحكم في التكست، وازاي نتحكم في مكان التكست، ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.